الجنة ونعيم وسعد وجزاء لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم فأقول هو سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حملت خصال سنية ياشم واسمه عم عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا بخصي واسمه مجمع ثم بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله ذكر الله تعالى ونبى ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنا إلى الخليل إبراهيم عليه السلام نسبة ومنتبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتبى ودع النبي فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب وارده في مورده الغني ورواه حفظ الكتاب كرامة لمحمد
Oh,